تعالوا عيدكم لي قضية التجسس، طليقة المتهم الأول رمزي المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل اللي جمع معلومات عسكرية مع صديقته صحر اللي كان معانا أسرتها في حلقة سابقة، وقدموا معلومات عسكرية في غاية الأهمية لإسرائيل، منها موضوع الغواصات الألمانية اللي هتيجي لمصر والذي أثار جدلا كمان خلال الأيام الماضية. تعالوا نشوف طليقة المتهم الأول وأسرتها تتحدث عنه. والله هو كان انسان مش غريب حتى، يعني زي ما بقول لحضرتك ممكن تلاقيه ماشي على طول لوحده، عمره ما بيمشي مع بني ادم. بدا يسافر ايطاليا وبدا يروح بقى ويجي كل فترات، كل 15 يوم كل 20 يوم. شفته كتير، قلت لام سيف، قلت لها خلي بالك ده بيجي كل 15 يوم ده انا بشوفه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها ان ده يا اما بيهرب مخدرات يا اما بيهرب فلوس مزيفه يا اما بيعمل حاجه. كل 15 يوم هيجيب تذكره منين؟ هو المشكله ان سيف بيقول انا زعلان من اسمي، بس انا مش زعلان عليه، انا ما اعرفوش اساسا، انا زعلان من اسمي عشان اسمي سيف رمزي الشبيب. دي كل المشكله. لكن اذا كان عليه هو كان حي زي ميت بالنسبه لنا يعني. هو حتى من قبل ما يحصل حكايه الجاسوس دي هو اصلا مش محبوب من المنطقه بتاعته. وكان دايما على خلافات مع الناس وعلى خلافات مع اخواته. بس يعني مش حكايه ان هو مش طبيعي ولا حاجه، لا يصدق نفسه ويطلع يعمل فيها مجنون ويطلع منها يعني. لا هو انسان عادي طبيعي يعني. اهله ناس ما فيش بعد كده، ناس طيبين وناس اخلاق انا عشرتهم، هم بامانه صعبانين عليا. سيف بيقول انا عايز اغير اسمي، يعني ابني بيقول يا ماما انا عايز اغير اسمي، يعني ابني ما شافش منه حاجه يعني، ما صرفش عليه مليم واحمد الله على كده يعني، عشان بابا جاسوس. البلد مذهوله ومستغربين ازاي كان دوت ده من البلد، يعني بلد مذهولين يطلع من البلد جاسوس. ما حدش كان متوقع له دي اصلا يعني، هو من النوع اللي منطوي في حاله يعني، ما حدش كان يعرف عنه حاجه زي كده يعني. انما هو جاب العار للبلد بحاله كده، جاب لنا العار وجاب العار للبلد بحاله، ووقع اهله كلها في غم وفي مشاكل بسبب الموضوع اللي عمله. ناس محترمه وناس ذوق وناس عارفين ربنا، بس لما يبقى واحد جاسوس من زي دي على بلدي ابره منه، والبلد بحاله متبريه منه. دي طليقة المتهم الأول بالتجسس لحساب إسرائيل وأسرتها وبعض جيراني، لأنه ظهرت عليه علامات الثراء، وزي ما أنتم شايفين يعني هي بتقول ابني منه هيعاني، اللي هيعاني فعلا من هذه التهمة، أبشع تهمة يمكن أن تلاحق أي إنسان، هي الخيانة، خيانة بلده، خيانة وطنه. طبعا رمزي ما زال متهما، نحن لا نوجه له إدانة، لكن اللي بيبقى متهم في قضايا من هذا النوع حتى لو صارت ضدك شبهات، لانه في تسجيلات طبعا تتعلق بالقضيه وفي مستندات كثيره ومتعدده بتصيب اي حد بالفزع التام. تعالوا نشوف الشهيد الرقيب عبد الرحمن ابو العلا، احد شهداء مسلسل تصفيه ضباط وامناء وافراد الشرطه في الشرقيه، الشرقيه تحديدا تحولت فيها عمليات قتل رجال الشرطة إلى رياضة يومية للإرهابيين، ومفيش حد بيعمل إجراءات احترازية النهاردة، حتى أيضا في أمين شرطة بالإضافة إلى أحد الضباط أطلق عليه الرصاص، يعني عمليات كل يوم الشرقية تحديدا، وهي طبعا مسقط رأس عدد كبير من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.